يا ابو كنت يتعرف عليك العالم يدعمها باش يمان انت باش لا تندعم، هو مؤتمر اقتصادي باش لا تندعم، هذا مؤتمر قالوا بيزنس، ما هو مؤتمر حل المشاكل ولا هو مؤتمر معدل في الامم المتحده ولا مجلس الامن الدولي. انت مشكلتك انت ما تعرف الظل، ظلتك انت ذاهب عن الظل. والله تلوذ الدقيق، الدقيق معي في اهل الصحراء وطالبة الصدقة معي في اهل الصحراء، ما هي طالبة الصدقة، اهل الصحراء قرية عندها بحر عندها بوادي عندها ذهب عندها بطن لا خالص، وعندها الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية. افهم اللي نقولك يا الراجل، عود اعرف ضالتك انت الظالة اللي تودلها، ما هو مؤتمر اقتصاد. انت ان قال لك مؤتمر حل النزاع لا قالب ولا مقلوب، والله وفاق بين الطرفين وحل يرضي الاطراف، امشي لودله طالب مؤتمر حل مشكلتك هاي الارض عليها النزاع، طالب مؤتمر لها. افهم اللي نقول لك يا راشد، تجينا هون تتقدم عند مؤتمر معدل اقتصادي جايته افريقيا، ايه جايته افريقيا ويقودها خصمنا ايوه وحليفنا تقلب عليه الخصم بالاقتصاد، تقلب عليه اهرب عليه مشى قدامه راه هو يعوم ذيك افريقيا يقلبها مستقبله ومقافيه. مرحبا بك وسهلا وهلا، يا مرحبا بك وسهلا وهلا. هو ذا اللي الله قال لنا عنه نوفا، هو ذا ما فات وفا، هي طعصة ومانعة اي، ونحن مازلنا في مناقتها راعينا نتمرقوا فيها، التراب هذا خنا وشينا وردها ما ينبتها شي، لا يا البلا مولين طعزونا حازوا بينا على ارض لا ماء ولا مرعى ولا بحر ولا نهر ولا سحاب ولا مياه ولا حسيان ولا خضار، وطعزونا حقبع المراقة، احنا المراقة عين هنا نصقوا عنها البل ما نخلوها تقيل في المراقة، البل البل حيوانات في البوادي نرتسلوا لها تقيل الله في الصبار، ما نخلوها تقيل في المراقة. انت مطعوز يا الراجل مطعوز، المراقة تتمرق عليها لك 50 سنة. مرحبا بك وسهلا، اذا ما فاتوا مشور عليك، بالشور عليك يا صاحب جبيلاتي، انت تسمعنا بالشور كانك تفهم منه شيء. شوف موضوع هاي طعزة، انا بالنسبه لي كصحراوي لا نقول فيه اراي، ايه تعرف شو نقول، نقول اللي فات انطعز انطعز، ايه المطعوز انت يبارك الله، وانا المطعوز ذيك العزايز اللي فم فيك تراقع وعلوها الحماده، المطعوز ذاك الشباب فم اللي يتمرق في تراقع قالوا هالحمادة فات انطعص للشباب جبرك انت مطعوص امامه، طعم مطعوص فم طعصوك فم وخلاوك تتمرق فم افترق، ذيك هي الطعصة الحقيقية، ذيك هي قبال الطعصة الحقيقية يا بارك الله. اما رقاش مطعوص على مريدة يا عمر تسي عليها، فاردين قالها طوكيو ذيك ما هي طعصة، الطعصة ذيك المطعوص انت بها، ومطعوص انا ومطعوص العزوز والمقاتل والطفل والشير، ونطفت اهل الصحراء انطعزت وتتمرق فم افترق على الحماده، ذيك قوال هي الطعزه الحقيقيه هي اللي ناقشوا، وذيك هي الطعزه الباقيه في الاخلاق، وهي اللي اليوم مرضى اهل الصحراء. نقول الحقيقه يا وليد بوي، وين الطعزه انطعزت ايش؟ مدى يوم فات انطعزت، احنا مطعوصين وترى انطعزنا، وهم اليوم نتفرقوا على هالحماد حتى راجع الراجل هذا من جهه. شوف هاي الطعزه اللي مولاها يتمرق في تراقع وفي الاشماس وفي الحمال وعلى هالحماد، هي اللي يلطنا نناقشه، وهي اللي يلطنا السحم مولاها ونصبوا عليه الماء والصابون وشامبون، ها ولا بدون البيضه تسلكوا من الاشماس ومن تراقع ومن ذي الطعزه المطعوص. نقول الحقيقة يا راجل، هذا هو اللي يلطت الشد أخبارها، وهذا هو اللي يلطت نطبوا فيه رصيدنا ولا نحوزوا على رصيدنا
من يامس وهو النابسين رصيدكم كبيتوه افتعز طوكيو ملاها راكد في نوتن الحقيقة نقوله المطعوزان مطعوزين ذكنا الزايف لكن خلق الحمادة هو المطعوز ولا بد من إيجاد حله لو دول الوسيلة تسلكوا لا تضيعوا ذي الطعصة ايه دارك ما تعرف الطعيز والله ايه هذا ما هو طعص ايه ما تصنت للناس يقول لهم سكوا سا سكوا هذا شنو هذا شنو ايه هذا ما هو طعص طعص انا قاشن طعص في تلاقة ويتمرقد فيها تاكي فيها ذيك هي الطعصة شدوا اخبار شي يا بارك الله شي فيه الهم وشي حقيقي ولا يلفت انتباهنا هاي العينة من السينما ومن حق نحاس المغرب انا انت مالك مزيد الشي لعد تحق نحاس المغرب وتحق نحاس في شي ما هو مهم حق نحاس في شي حقيقي اعطيني قواربنا قصوال نبيعهم انا نقيس طوكيو اعطيني هذا معدن الجبيدات نعود انا نصدره نتكلم عنه وانا هو المسؤول عنه اما انت ماشي بي انا وانا ما عندي اقتصاد هذا طوكيو ما يتكلموا معك ما هو بيزنس ينقال لهم بيزنس بياعة وشراية انت ما عندك شيء انت مطعوز انت من منين جاي انا جايكم من بلطة منع راني مطعوز على ظهر الحمادة بويا ما عندنا لك شيء هذا مادة ينقالها طوكيو حق بعد ينقال لهم بياعة بيزنس استاخر عن اللورة خلينا نتبايع مع هذه الدول عندها الاقتصاد جايبته حق بعد وعندها الامن وعندها الاستقرار وبليدا نستثمروا نحن فيها ينقالنا طوكيو نستثمروا فيها ورانا لكم ما نستثمروا ما هو بليدا رابحين فيها مرتين والله ثلاثة هذا مولي يعرفوه ما نعطوه شي كدو كدو ما هو عندنا ما نعطوه ما نعطوه سلبه كدو الى الجراد ما نعطوه اللي هو هون يسرفه في الرستورانات في طوكيو الجراد نعود واقعيين يا الراجل تناقشوا شي ما عنده فايدة طعزة طعزة منين هاي طعزة معيشة عشر خيام على ظهر اللحمات هاي الطعزة جايبة لوكيل والشراب للعليات واليتامى ايه توف ادنا هون وتوف كبار وصغار انزغرتوا بالشعارات يضحكوا فينا الشعوب تضحك فينا الامم هذا ما هو صالح احنا اهل الصحراء الشعب الصحراوي انطعز لا مرة واحدة وكافي حاجبا انطعز لا مرة واحدة حاجبا يقير هذا العالم وهذه الدول دخلت في الوفاق بين المغرب والجزائر وقلبهم يوافقوا بينهم وقلبهم يصلحوا بينهم ودخلت افريقيا ودخلت جنوب افريقيا ودخلت الكونغو ودخلت مالي ودخلت القمة العربية الافريقية ودخلت موريتان يقدر ما بين ثورين يتفاتن ويتناطحوا مرة كلها يطعز الأخ يا هذا شوي لي أنا كصحراوي أنا مطعوز شوي لي أنا صراعهم هما إيه وتناتيرهم أين لا يقود إفريقيا الله لا قادها واحد منكم والله ليه عني ليه عني أنا بعد معزول إيه حاجة واللي قلب منكم هو صاحبي ايش فيها لي انا كصحراوي ايش داخلي منها هذا الدول مانعت وعدها طوكيو واحد رافد قاص ورافد بطري والاخر رافد معاه الفوسفات ورافد معاه الصيد البحري ورافد معاه الخلو وذرة ورافد معاه اليد العامله ورافد معاه الارض المؤمنه اللي تقدر تستثمر فيها ورافد معاه العمله الصعبه عنده ايوه انا ماني رافد شقع ولا عندي شيء ايه انا مرفوض ليش الحق نحاس ايه ونعقب نعود الله الحلمة اللي تتردد على الشراطة ايه هذو الدولتين اللي ابقوا يطعزوا يقير اطعزهم نحن ما قد شفناه مك
هديه بديه هديه بديه هديه بديه وهم ما بينهم هو الأحساء والأخوة. إذا عادت هاي السياسة معدينها هم في شمال إفريقيا الحق أن يفهموها، خادعين بها العالم. أرانا نحن السنتين معدلين عنا ما أننا متوافقين، ونحن تحت الطاولة أرانا بين الوفاق قصبة. هذا اللي قال له بارك الله مطعوس مرقدوه على أظهر الحمادة، طعست ومزلت الكويت مرقد فيها 16 سنة ويت مرقد مطعوس، وأنا مخطي لك قصبة من قاص واحدة من بطرة بشي بهاولك صب بشي بهم على المحيط الأطلسي. ما قفلتهم هو يامس، وذا اللي عن قد العود قاع ما قفلتهم، هم اللي أنا باينين فتحوا بليت قد العود اللي أنا قلتها سياسيا أني راني قفلتهم. ما هي حق ما نعرف لك شي، انت ما قفلتهم. أنا نمقرد نمردق ونفتط وننطعف، تقفلهم ضرك يا الناس. لا تخدعكم هاي الدول، راكم إذا ما بقيتوا روسكم يا الصحراء ما باقيكم حد، ما يبغيكم حد، يبغوا روسكم. ومشاكل هذه الدول العملاقة المانعة خلوها عنكم. ايش دخلك جاي داخل بين ثورين يتناطحوا؟ ايش دخلك انت؟ ايش يعنيك؟ لانك عارف اللي يتناطحوا لي هو شنو؟ مالك فاهم فيش؟